ام ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم. النهارده ان شاء الله باذن الله هتكلم معاكم في حاجات بسيطه كده، عشان انا منتظر الاتوبيس كالعاده. الناس اللي بتسالني بتقول لي احنا بنفكر نيجي اوكرانيا، حضرتك بتفكر تيجي اوكرانيا؟ طب حضرتك فكرت تيجي ازاي؟ ايه الطريقه اللي تيجي بيها؟ طب مين هيبعت لك دعوه؟ طب مين هيستقبلك؟ طب مين هينتظرك؟ هل انت هتيجي سياحه؟ هل انت مفكر؟ يعني ناس كتير اسئله ناس بتسالهاني في نفس الموضوع، ان انا معايا صنعه كذا او معايا صنعه كذا او معايا مؤهل كذا. كتير قوي في الوطن العربي بيفكر بالتفكير دون. طيب انت حضرتك فكرت ان انت تتعلم لغه الاول؟ فكرت ازاي هتيجي هنا اوكرانيا؟ مين هيستقبلك؟ مين هيجيب لك دعوه؟ مين هيعمل لك؟ مين هيسوي لك؟ الامور دي كلها يا جماعه لازم تفكر فيها قبل ما تفكر في موضوع السفر، قبل ما تفكر في اوكرانيا. مش مجرد ان حد بيجيب لك صوره حلوه عن بلد وبيقول لك ان البلد دي حلوه ونظيفه، وانت بتقارنها بالمكان اللي انت عايش فيه، فبتلاقي ان البلد دي افضل واحسن من وجهه نظر اللي بيكلمك. الامور دي كلها لازم تفكر فيها مره واثنين وثلاثه واربعه ومليون. القصه كلها مش ان انت معاك صنعه او ان انت هتيجي هنا اوكرانيا. حد تاني بيقول لي انا صديقتي هتبعت لي دعوه لما اجي هعمل الاقامه على طول. يعني امور يا جماعه احنا بنتخطاها. انت لو جاي بدعوه خاصه من صديقتك او جاي بدعوه سياحه، خلي بالك ان انت مش هتقعد هنا في البلد اكتر من شهر، لا اكتر ولا اقل. ممكن تقعد حضرتك طول عمرك بالتأشيرة الشهر دي. ازاي تقعد بيها؟ هتكسر التأشيرة بتاعتك وتقعد هنا بدون تأشيرة، وطبعا ده اكبر غلط انت هتعمله في حياتك. اولا انت بتضر نفسك في المرتبة الاولى، ثانيا بتضر الناس اللي هنا. الامور دي كلها غلط غلط. ان انت تكسر تأشيرة وتقعد هنا في البلد وتستمر وتفكر ان انت هتبني مستقبل ويبقى عندك اوراق وعندك حياة وعندك بيت وعندك اسرة، صدقني انت هتبقى عايش في الضلمة. انا بنصحك لوجه الله فكر قبل ما تخط اي خطوة. الناس اللي بتقول لي ايه انا هاجي هنا اتجوز واجيب قط فردي معايا، طب انا متجوز، طب انا مش عارف ايه، طب انا ايه، طب الامور دي كلها يا جماعه انا سبق وقلتها مليون مره وبقولها، ان انت لازم قط فردي. عشان خليكم معايا بس، في مدن بتطلب قيد فردي وفي مدن ما بتطلبش قيد فردي. النصيحة لو انت حابب تيجي هنا وعاوز تتجوز وانت متجوز في بلدك، الحكاية دي بتبقى مجازفة منك. انسى ان انت تتعدى القانون وتتعدى الاوراق المطلوبة. الناس هنا بتطلب اوراق، بتطلب ان انت تثبت لهم حسن نيتك. انت هتتجوز اهلا وسهلا، محدش بيعترض ان انت تتجوز هنا او تتجوز مين او تتجوز حتى في اي مكان، حسب ايه عنوان ايه الشخصة اللي هي ايه بعتالك. ده بالنسبة للناس اللي هي بتفكر ان هي متجوزة وعاوزة تيجي تتجوز هنا، ومفكرين ان هنا ممكن ايه يبقى فيه تعدد زوجات والكلام ده كله. الكلام ده طبعا ضد القانون وضد ايه الناس هنا. ده موضوع يا جماعه حبيت اتكلم معاكم فيه. فانت حضرتك لو جاي اوكرانيا عشان تتجوز صديقتك، اهلا وسهلا، كلنا ايه نقف جنبك ونساعدك وندعمك، ولكن لازم يكون معاك اوراق مظبوطه. مفكر ان انت هتيجي هنا وتضحك عليهم؟ لا. في ناس بتقول ايه، لا تعالى ده مفيش، ما بيطلبوش قيد فردي. فعلا في مدن بتطلب وفي مدن ما بتطلبش. محدش يسألني ايه المدن وايه اللي مش مدن. في خاركوف كانوا ما بيطلبوش، دلوقتي معرفش كانوا بيطلبوا ولا ما بيطلبوش برضو، لان طبعا ايه الامور دي انا ايه بعيد عنها ومليش علاقة بيها. انا بقول لكم على الايه الموجود والمتاح ايه في المدينة.
في مدن تانية بتطلب، انا برضو معرفهاش، ولكن انت لو انت حابب تيجي ما تجيش ايه على مجازفة، وتيجي على ايه على ايه يمشي حالك كسيد، او الشغل اللي هو ايه العربي اللي احنا ايه عارفينه بتاع ايه التواكل ده. ده بالنسبة للناس اللي بتسألني على الايه على القيد الفردي. انا بقول لك هات اوراقك معاك، احتاجوها احتاجوها، ما احتاجوهاش خلاص اهي معاك وانت مأمن نفسك. ناس تانية تقول لي ايه، طب اصل انا هاجي وهتجوزها وهقعد. تقعد فين يا باشا؟ مفيش قعاد هنا، مفيش قعاد هنا، لازم ترجع تاني بلدك، قوانين بتقول كده، لازم تغادر ولازم ترجع تاني، تعمل بقى اقامتك، تعمل ورقك، مش عارف ايه. يعني الموضوع هيتطلب منك رحلتين على الاقل، رحلة ذهاب واياب، ورحلة ايه ذهاب بس بلا ايه عودة لو انت حبيت. يعني الناس اللي بتيجي بتكلمني برضو على ان هم هيجوا هنا وفي خلال الشهر بتاعهم دول هيروحوا شركة ويعملوا عقد عمل وبعدين يرجعوا بلادهم ويرجعوا تاني على ايه شغلهم اللي ايه اللي عملوا ايه عقد العمل فيه. الكلام ده طبعا كلام مش مظبوط، كلام يضحك، لان انت حضرتك مش عالم في وكالة ناسا هيقولوا لك تعال احنا منتظرينك ويعملوا لك العقد. لا، الناس هنا انت حضرتك بتيجي بتعمل انترفيو، بتقابل الناس اللي هم مسؤولين عن الشغل بتاعك، سواء في مصنع سواء في اي مكان، وبيعملوا معاك العقد وبيدوا لك فترة اختبار وبتنزل الشغل على طول. مش قصة ان عقد عمل وترجع بلدك والكلام ده كله. انت ما انتش يعني، مع احترامي لحضرتك، انت ما انتش عالم، يعني انت ما انتش حاجة فذة الناس ايه ممكن تعمل معاك عقود، تعمل معاك اتفاقيات. يعني الكلام ده كلام مش مظبوط يا جماعة، وفكر ايه عاوزك تغيره. تعالى الناس اللي بتتكلم على البيزنس، عن ان هم عاوزين يجوا هنا يشتروا شقق، عاوزين يتبنوا حد. حضرتك عاوز تتبنى حد وعاوز تاخد إقامة وعاوز تاخد جنسية زي ما حد مفهمك في الإنترنت؟ الكلام ده كلام كذب طبعا. حضرتك مش هتتبنى بالبريد، يعني انت قاعد في بيتكو فانت ايه هتكتب العقد ان انت تبنيت طفل وانت قاعد في بيتكو. لا، انت حضرتك بتيجي هنا وبتشوف الطفل المناسب ليك اللي هتتبناه، قصة كبيرة جدا يا جماعة. برضو انا ماليش فيها وماليش علاقة بيها، انا بتكلم على مجموعة مشاكل وأسئلة حضراتكم بتسألوهاني في القناة، وأنا حابب إن أنا أرد عليها إيه يعني في وقت ضيق. يعني حد تاني بيسألني بيقول لي عن الطموحات وبتاع، هو مصري ما شاء الله عليه وبيتمنى إن مصر تكون أحسن دولة في العالم. طبعا أنا بضم صوتي بصوتك، أنا بتمنى طبعا مصر إن هي تبقى أفضل دولة في العالم. هتلاقي واحد عراقي بيتفرج علينا، واحد سوري، واحد لبناني، واحد سوداني، واحد سعودي، واحد كويتي، هتلاقيه بيقول لك أنا برضو بتمنى بلدي تبقى أفضل بلد في العالم. دي طموحات مشروعة يا جماعة، إحنا بنتمناها بس مش بالكلام. أنت بتتمنى إن بلدك تبقى أفضل بلد في العالم، ابدأ إن أنت ترفع من مكانة بلدك وترفع من مكانة وطنك، بعلمك، بخبرتك، بمساعدتك، بأي حاجة تقدر عليها في حدود إمكانياتك، بحيث إن إيه دولتك إيه تنمو وتزدهر إيه بين الدول. دي كانت رسالة النهاردة لكل الناس الجميلة اللي بتكلمني في القناة، وأسئلة كتيرة جدا 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 طبعا، إيه بخلاف التهديدات السخيفة اللي إيه تضحك، اللي هي بقت إيه دمها تقيل طبعا وبتضحكني، لأن دول ناس ساذجة وناس هبلة. ناس تانية بتسألني أسئلة بصراحة أنا مش حابب إن أنا إيه أرد عليها أصلا. حضرتك جاي لك دعوة، جاي لك مش عارف إيه، جاي تعمل بيزنس، جاي سياحة، جاي أنت وأسرتك، جاي معرفش إيه. أنا والله العظيم ما عندي فكرة عن الإسكان أو شقق، أو إن أنا أأجر لك شقة أو أسعار شقق. انا مش فاضي ان انا لف اسال، واخد بالك؟ هنا الناس بتتعامل كلها من الانترنت، بيخش على الانترنت يشتري ويبيع المكان اللي هو عاوزه، يروح يتفرج على الطبيعه وهو موجود في البلد، ما بي ايه بيكلفش نفسه ايه عناء سفر ولا بتاع. فتعال حضرتك هنا اتفرج بنفسك، اتفرج على البيزنس اللي انت عاوز تعمله، اتفرج على كل حاجه انت حابب تعملها. البلد مفتوحه للجميع، اهلا وسهلا. محدش يسالني اسئله من النوع دي، لان انا معرفش اي حاجه، ولا اعرف مكاتب سيارات بتاجر، ولا اعرف مكاتب شقق بتاجر ولا بتبيع، ولا
ولا الكلام ده كله، الكلام ده كله بعيد عني خالص، وانا مش فاضي للكلام دون. انا طريقي احذر الناس اللي حضراتكم، الموال اللي زي حضراتكم من النصابين والمحتالين في الانترنت. دي كانت رسالتي للحبايب النهارده، ويا رب ايه اكون ايه عملت لكم حاجه بتفيدكم. وصباحكم ورد وعسل، وبحبكم وافضل احبكم. السلام عليكم.